طريقة التسجيل على موقع مايكروسوفت أو الدخول على طول لو احنا كنا سجلنا قبل كده. هنكتب educationmicrosoft.com وبعدين هنروح عند كلمة ساين ان. ساين ان ده لو انا مسجلة قبل كده، لكن لو مش مسجلة قبل كده بندوس على جوين ناو. فطبعا انا دلوقتي هسجل على طول ساين ان، وهدخل بالايميل بتاعي اللي هو office365، وهروح على الحساب بتاعي. طبعا هنا لنا كذا حساب عشان احنا كنا بنشتغل مع بعض على نفس الجهاز. حطيت الايميل بتاعي، ايميل الوزارة office365، وقوم دايسة نيكست. هيطلب مني الباسورد، هكتب الباسورد زي ما احنا عارفينه خلاص، واقوم دايسة انتر. دلوقتي عايزين نوصل للكورس Teaching with Technology Basics. هنشوف هنا من الشمال مكتوب Courses and Resources، اللي باللون الأورنج ده هو ده اللي بنضغط عليه. حتى لو باللغة العربية هتلاقوا العلامة دي، بنضغط عليها. لما الصفحة تحمل معانا بننزل تحت كده، بنروح عند حاجة اسمها Learning Path. اول هتلاقوها على طول، اول حاجه عندنا تيتشنج ويز تكنولوجي 2016 وتيتشنج ويز تكنولوجي بيزكس. خلاص بتضغطوا عليها، ما لقيتوهاش في وشكوا عندكم هنا سهم على اليمين بايه، بتضغطوا عليه لحد ما توصلوا للكورس اللي هو تيتشنج ويز تكنولوجي بيزكس. هنضغط هنا، اول ما دوسنا طلع طبعا معانا الكورس اهو يا جماعه. الكورس متقسم على اربع دروس، لسن 1 و2 و3 و4. الاربع دروس متقسمين على 13 جزء. عشان نختصر على نفسنا الوقت ونوصل على طول الكويزز، بنشوف هنا طبعا انا هنا كله خلاص تمام التمام بالنسبه لي مخلصه، فبيديني على طول العلامه الخضراء اوكي، وبيكتب هنا كومبليتد بالعربي اللي بيبقى مكتوب عندكم مكتمل. طيب هندخل على الاسئله، بنمشي بالتدريج تحت لحد ما بنلاقي السؤال اللي مكتوب فيه كويز. هنلاقيها فين؟ هنقول مثلا هنا عندنا مكتوبة اهو summary and quiz lesson 1 part 4 تمام. وبعدين نفضل نازلين تحت لحد ما نوصل للأسئلة lesson 2 part 3 بنعلم عليه، وبعدين بننزل ندور تاني على نفس كلمة summary and quiz، بندوس على lesson 3 part 3 نضغط عليه، وبعدين ننزل على آخر حاجة وهو ده المهم اللي هو ايه lesson 4 اللي هو آخر درس، وبرضه بنعلم عليه ونبدأ نحل الأسئلة بتاعته. بعد ما بنخلص عايزين نتأكد إذا كانت الشهادة نزلت ولا لأ، نقوم رايحين تاني على اللوجو بتاعنا اللي في أعلى الصفحة من فوق ونضغط عليه، ونقوم شايفين كلمة achievements اللي هي الإنجازات. خلاص نضغط عليها فبيفتح معانا الصفحة اللي فيها البادجات والشهادات. طبعا البادج بتاعنا هو ده. بنتأكد ازاي؟ بنروح عنده بيطلع لنا كلمة teaching with technology basics، أو تضغط عليه فيطلع الاسم بتاع الكورس. خلاص طيب الشهادة بتاعته لونها ايه؟ لونها اخضر، فبندور عليها هنشوف كده هي اي واحدة. اللي هي بيزكس. نقوم رايحين عندها هنا وهتلاقي مكتوب داونلود سيرتيفيكت، تضغط على داونلود سيرتيفيكت، بتطلع لنا الشهادة بالشكل ده. خلاص تقوم تحفظها عندك على الجهاز، وبتحدد مكانها you
ومسيفه كده، نزلت عندي على الجهاز. بعد ما بحملها واقوم راحه وفتحه الملف، بينزل لنا كبي دي اف. عايز تشيرها، تعمل لها سكرين شوت، يا اللي هو بعلامه اف ان برنت سكرين في اللابتوب، وفي الويندوز او الكمبيوتر عندي العادي بتعمل الت ويندوز وايه وبرنت سكرين، او بتنزل برنامج اسمه سناب برضو تعمل له ايه برنت سكرين. فانا دلوقتي هعمل كده وابدا احدد. طبعا الشهاده دي انا واخداها من زمان وبيتحدد التاريخ فيها. وممكن ايه احفظها كصوره واسيفها كايه كصوره. لو تلاحظوا هنا مكتوب بينج، وممكن نعملها جي بي جي، جي بي جي ايمج خلاص، ونقوم ايه مسيفينها سيف. واروح اجيب لينك الوان درايف من عندنا من الجروب بتاعنا زي ما احنا عارفين، وبنضغط عليه كليك يمين كوبي لينك ادرس، واقوم راحه حطاه على البراوزر واعمل كليك يمين واقول له بيست، واقوم ضغطه انتر. هيفتح معانا الوان درايف زي ما حضراتكم شايفين. هتروحوا عند الفولدر اللي اسمه شهادات، هتضغط عليه، هتلاقي فيه ملف هتحط عليه كل الشهادات اللي او الشهادة اللي هي teaching with technology. هندوس على upload واقوم دايسه files، واروح اجيب الايه الملف بتاعي. انا هنا واخداه كصوره كمان هعلم عليه. هنلاقي هنلاحظ هنا ان هو بيتحمل على الموقع، لو دوسنا كده عليها هنلاقيها بتتحمل وبتتحمل بسرعه. وكده اتحملت الشهاده جوه الوان درايف. شكرا ليكم رانيا عزت، اداره دمياط الجديده.